انتهت المباراة الثانية لهذا اليوم بتفوق فريق الوصل على فريق السيتي بهدفين مقابل لا شيء. يقف بجانب المدرب علي القامدي أبو بندر، نبارك لك هذا الفوز الانتصار المستحق بهدفين مقابل هدف. أول شيء الله يبارك فيك وشكرا للاستضافة، وأشكر الله رب العالمين على اللي حصل. كيف شاهدت مستوى لاعبينك والأداء الذي أتى به اللاعبين في هذه المباراة؟ دائما أول مباراة تعطيك ادفانتج للمباريات الأخرى، فأنا دائما في أي بطولة، أي بطولة تعمل أو أي بطولة أشارك فيها يهمني دائما المباراة الأولى، خاصة أن هي مفاتيح الفوز ومفاتيح الثقة للاعبين ومفتاح الانطلاقة لأي دورة إن كانت. الشباب أبدوا استعداد كويس، علما أنه متعودين دائما على ملعب كبير، الوصل معروف يلعب على ملعب كبير 11 ب11، لكن مع ذلك إحنا قمنا نجاري الأجيال، أغلب الأجيال الآن يحبون الملاعب الزراعية الصغيرة 9 9 8 8، لكنه أنا في داخلي أنا كمدرب متعة كرة القدم في الملعب 11 ب11. نعم الملعب 11 ب11 هذا كتكتيك، يعني تحطون كتكتيك وكخبرة لاعبين تبان، وندرة اللاعبين الآن، ندرة اللاعبين اللي في الملاعب الكبار بصراحة، الملعب الصغير مو مقياس حقيقة يعني، والملعب الصغير يعني معروف إنه ملعب زي كذا 9 9 لمسة ولمستين وصلى الله وبارك، يعتمد على اللمسة على اللمستين، يعتمد على قوة التسديد، المدرب لازم يكون عارف اللي له واللي عليه في زي المباريات هذه. فالحمد لله الشباب الله يعطيهم العافية أبلوا بلان حسنة في الشوط الأول، والحمد لله الجيات إن شاء الله بتكون أحسن وأحسن بإذن الله تعالى. طيب أبو بلدر، الآن أنتم بالمركز الأول 3 نقاط لكم فريق شباب سوريا وفريق أوتو بنقطة لكل الفريقين، كيف ترى حظوظكم في هذه المجموعة للتأهل على الدور الثاني؟ أنا شفت المباراة الأولى شباب سوريا يعني في كورة بصراحة، في كورة، لكن لازلت أقول المباراة الأولى ما هي بمقياس لأي فريق، ما هي بمقياس لأي فريق، ممكن فريق ما يكون في يوم، ممكن فريق ما متعود على أرضية الملعب، عدة أشياء، لكنه أنت بتشتغل زي ما أنت شغال غيرك شغال، فأنت لازم تحترف الفرق المنافسة لك، مو معناته أنه فزتنا على الفريق المنافس اليوم أني خلاص ضمنت البطولة، لا لا، المباريات والدورة تو في بدايتها، لكنه الحمد لله أول مباراة فزنا فيها هذه تعتبر طيبة. طيب كلمة أخيرة، ولمن تهدي هذا الفوز؟ أول شيء بالنسبة للكلمة أهديها لك أنت وللشباب وللجنة المنظمة، وأقول لهم الله يعطيهم العافية، وأنا فخور بشباب يعمل ويسمع وينفذ من الأقدم، يعني في أقدم في الرياضة، في ناس عندهم خبرة في الرياضة، كنت أتكلم مع واحد من الزملاء في اللجنة فقال لي أشكرك كابتن علي، ما كان عنده خير يعني الفكر مع الدورات مع المشاركات، الناس تكسب الخبرة وتكسب أشياء كثير. أما بالنسبة لمن أهديه، لفريق الوصل ولكل من يحب فريق الوصل، وأهدي لك الفوز، أنت برضو عزيز علينا وحبيب وأخ كبير، ويطول أعماركم جميعا والله. نشكرك على هذا اللقاء ونشكرك على هذا الانتصار. أشكركم والله يوفقكم إن شاء الله، بالتوفيق بالتوفيق لكم. إذا كان هذا حديث المدرب أبو بندر، فريق الوصل ينتصر ويحصل على 3 نقاط الأولى له في هذه المجموعة، المجموعة الأولى يتصدر فريق الوصل، يلي شباب سوريا وفريق أوتو بالتوالي بكل نقطة لكل الفريقين، وأخيرا يأتي فريق سيتي بنقطة واحدة. خلونا نشوف المجموعة الرابعة وماذا أتى فيها.